رجعنا من الفاصل وحشينا الكوسه بتاعتنا باللحمه المفرومه، وهو بنقلب مع بعض اللبن الرايب والنشا والملح والفلفل. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نقلي الكوسه بتاعتنا اهو. هنسخن بس الزيت سنه عشان نسيوا رجعولي على النار، مفيش حد مركز معايا. ماشي تقليب. ماشي. الريحه تحفه، الريحه تحفه. انا قلت لهم اللي هيدوق شيخ المحشي مش هيقول لي تاني يوم مش هاكله تاني من الاكل. انتوا احرار. ادي الملح والفلفل. تعالى انت كده نشوف بس النار معانا ايه الدنيا. ساعات الخليط ده بيفك اول ما بنحطه على النار، هو كان بيماسك اول ما بنحطه، ممكن يفك منك شويه يرجع يربط تاني، فما تقلقيش. تمام. ريحته تجنن يا جماعه، حد يجي يشم معايا. انا عايزه بس اسخن ده كويس. تمام. جهزوا له بس الزيت بتاع البتنجان. يلا يا شباب الخير معايا. ماشي براحتي، كلها يومين ونروح منطقتنا. تقعدوش بقى تقولوا لنا ايه اللي انتوا بتقولوه ده دلوقتي. ماشي. لا بيشوف لسه. انا بس يلا والنبي ساعدينا كده. بسم الله ما شاء الله. عارف قدح ما شاء الله ما شاء الله. هنقلي بقى كده. طيب المعلومه اللي انا كنت عايزه اقولها لكم ان احنا ما ينفعش نقلي الكوسه قبل ما نحشيها. طب ليه؟ عشان بتكش مننا، فمش تعرفي تفتحيها وتحشيها، بتلاقيها كرمشت كده ببعضها مش هتعرفي تحشيها. تمام. حتى الكوسه بتكرمش. بقول لك يا استاذ احمد شكل الاء عايزاني اقعد في البيت، فبعد اذنك ما تدهش المايك. صح. انا اهو ماشي على الطريق، هي اللي خارجه عن الطريق. بس كده اهو. احنا كده مش فاضل معانا حاجه غير ان احنا نعمل الطشه، وعايزين برضو طاسه للطشه هندور عليها دلوقتي. متلاقوش هنلاقي كل حاجه. نقول جزر الحاجه بتيجي، مش هنبذل اي مجهود. طاسه نشوح فيها الطشه، طاسه نقلي فيها البتنجان. يا لهوتي. بس اهو، بس اهي بدات تربط معانا اهي، ودي الخطوه المهمه. لسه معانا جلاش، لسه معانا جلاش. طاسه معانا. ده في طاسات هنا كتيره جدا جدا جدا. الله الله الله. لقينا الثانيه. اللهم صل على النبي. الزيت بقى، هل يوجد زيت؟ هي دي بقى السؤال الوجيه. ما احنا حضرتك بنقلي فيها اهو اهو. انا بقول انقل هنا كده يمكن النار دي تبقى اعلى. نجرب كده اهو. صح بقول كده برضو. قلب. انا عايزه اخش على الحلو يا حلو. عايزين نخش على الحلو. بشربه بشربه حضرتك. وديه فين يعني؟ بروح واجي. اهو اهو الزيت اهو. لا لا كده زي الفل. حلو قوي. بس كده بدات اشم ريحه الكوسه بقى وهي بتتحمر، مش قادره اقول لكم. احنا فاتحين اهو البتنجان بتاعنا، بس الطاسه تسخن ونبدا على طول. انا هطلع من هنا على هنا على طول، بس اديها لون كده ايه شويه يعني، عشان اللون ده بقى بينزل معايا هنا في الصوص او في الخليط اللي احنا عاملينه ده، فبيبدا بقى ينزل كده بالطعم بتاعه وبيديني طعم رائع. شايفين؟ بس ادينا فيه
دي ايه دنيتها؟ احنا ممكن نبدا نطلع كده، بس احنا المفروض نستنى عليها شويه يعني عشان الوقت، بس احنا في الطبيعي المفروض نستنى شويه. يبقى يعني هسيب لكم واحده كده ولا اتنين اوريكم اللون المفروض تطلع بيه. بس شايفين لو حد معايا هنا بصوا اهو، بصوا كده، بسم الله نبدا ننزل. انا بعمل الوصفه دي في العزومات بتبقى حلوه جدا، وكل واحد كده بياخد الكوسايه بتاعته في الطبق مع شويه من الصوص اللي احنا عاملينه ده بيبقى خطير. تتعزمي؟ ماشي، انت هتترفدي ومش هتتعزمي. اول يوم واخر يوم، ايه رايك؟ تعشت معاك. اسيب اتنين ولا نعمل ايه؟ ماشي، نخلي اتنين عشان ايه يبقى في مصداقيه في الموضوع. طيب انا هشيل بقى المضرب ده، هبدا ايه، سامعين الشكشكه؟ الله، الشكشكه دي طالعه في قلبي. شايفين بقى اللون؟ لو في بقى معانا كاميرا كده في الحله، اللون بصوا، لون التحميره البسيط اللي احنا خدناه مش واخدينها قوي بدات تدي لون كده للايه، للرايب بتاعي. طيب هنا الطاسه بتاعتي بدات تسخن، نقول بسم الله. لسه اهو ماشي حالها، ماشي. وكل دي بتنجان، حرام عليكم، احنا قلنا بتنجان مش بتنجان، في فرق في السرعات. سرعات والله، ده مفروض عرايس بس ما طلعش عرايس، ده رومي، ده جايبلي ربنا يديها الصحه يا رب. نشيل بقى الزيت ده كده، حطه هنا عشان ما ندمرش الدنيا. تمام، كل شويه كده ايدينا تحرك عشان نساوي الكوسه بتاعتنا. ما هي الكوسه دي لازم تكمل سواها في الرايب بتاعنا والنشا والملح والفلفل. تمام، وهنا خلاص اهو، ده احنا ما حمرناش بقيه الكوسه. خس عليك يا استاذ احمد، والله طلعني كده بنص كوسه، والناس اللي واقفين ورا دول يقولوا لي هنفطر. هكمل لكم، هنكمل. يلا هشتغل بكذا ايد بس عشان حرامي الناس دي تفطر. مش لا، ما عشان انا هاخد نص الوجبات دي هطلعها لاهل الخير، والنص التاني هسيبه في الاستوديو عشان الناس دي برضه، عشان ما ينفعش بعد الجوع ده والريحه اللي هم شامينها دي اخد الاكل واطلع اجري. يبقى فين الخير اللي انا بعمله بقى كده؟ مفيش خير بقى ولا ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، غير موجود، الحمد لله.